الوقف وأهميته القصوى في التنمية الاجتماعية محور ندوة علمية أشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله بالعاصمة. وهيبة هو مزيدات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية التي تحث على الإنفاق والتكافل الاجتماعي الذي يتجلى من خلال الوقف. الوقف هو مساهمة المجتمع الجيل في إعداد وفي حماية الأجيال القادمة. والآن حبينا نعاود نبني مؤسسة الوقف من جديد، ولهذا أعلنا أن بسنة 2013 نبدأ. كل بداية طبعا البداية تكون صغيرة، لكن يجب أن يعي الناس، واللي واعي الناس هو الإمام، ونحن في معهد تكوين الأئمة. أن الوقف له أهمية كبرى، أهمية اجتماعية واقتصادية، وخاصة في المرحلة هذه بالخصوص، لأنه وكذلك أنه يدخل في إنشاء المرافق التربوية والاجتماعية، ويلعب دور في الناتج المحلي، لأنه قطاع ثالث يضاف إلى قطاع الدولة والقطاع الخاص. ليبقى الوقف تمويلا فعالا ضمن المعاملات التجارية وآلية من آليات الاستثمار الإسلامي، ومن هنا استوجب ضبط وتوثيق الوقف لتعم فائدته الجميع في يسر وسهولة.